مصطلح الكفر في نصوص الوحي الشريف. مصطلح الكفر مصطلح كبير ومهم جدا، بمنتهى البساطة معناه إنسان غير معتقد فيما أعتقد، إنسان يؤمن بشيء غير اللي أنا أؤمن به. أنا من أركان إيماني أنني أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، بنشهد بوحدانية الله وبنؤمن بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، وأن القرآن الكريم آخر الكتب المهيمنة على سائر الكتب. دي عقيدة المسلمين بمنتهى البساطة. أي إنسان بيخالف أركان الإيمان دي يعتبر بالنسبة لي كافر بما أعتقد، يعني إنسان بيخالف الذي أعتقده وأؤمن به، إنسان بيخالفني في الفهم ده، مش موافقني على المعاني دي، أو موافقني على بعضها والبعض التاني مش موافقني عليه. أنا كمان بالنسبة للمخالف ليا في الاعتقاد بكون كافر بما يعتقد، يعني أنا مش مؤمن بالعقيدة اللي بعيدة عن هذا المعنى العظيم في عقيدة المسلمين. نؤمن بأن الله واحد أحد فرد صمد، لا زوجة ولا ولد. أي فكر بيناهض أو بيناقض المعنى ده في عقيدة أخرى أنا لا أؤمن به. إذن لو أنا مش مؤمن بعقيدة الإنسان اللي قدامي أو أي إنسان مخالف لي في الاعتقاد، أنا كافرة بما يعتقده كما أنه كافر بما أعتقد. حتى لما بنيجي نبص على ترجمة القرآن الكريم بنجد أن ترجمة القرآن الكريم، ترجمة مثلاً للغة الإنجليزية، في كلمة الكافرون تترجم disbelievers أو الكافر disbeliever. طيب الاشتقاق اللفظي للكلمة دي معناها I believe in، أنا أعتقد في هذا، أنا أؤمن بهذا. العكس بتاعه I disbelieve in، يعني أنا غير مؤمن بهذا المعتقد. لما بنيجي نشوف ترجمات للقرآن الكريم مثلاً باللغة الإنجليزية زي ما قلت لحضراتكم، واستحضرت اللفظة والاشتقاق اللي بيترجموا بيه هذه الكلمة اللي هي كلمة الكفر، معناها أعتقد في هذه العقيدة أو لا أعتقد في هذه العقيدة. إحنا شفنا في الترجمة دي شتيمة أو إهانة بالنسبة للمخالف؟ الحقيقة لا. أمال بسبب إيه الإهانة دي جت؟ أو منين هم فهموا إن القرآن الكريم يقع في إهانة المخالف؟ ده شيء الحقيقة مخالف لنمط القرآن الكريم في التعامل مع الآخر. الحقيقة لو رجعنا لأصل هذه الكلمة في استعمالها في اللغة العربية هتجد لها استعمالات كثيرة جداً، يعني بتكلم الأصل الكلمة من الجهة اللغوية. الكفر في المعنى في أصل اللغة العربية هو الستر، ستر الشيء، يعني يوصف الليل شديد الظلمة بأنه ليل كافر، كافر يعني شديد الظلمة لستره الأشخاص. كمان المزارع بيسمى كافر لأنه بيستر البذرة في الأرض، في عمق الأرض، ويستر عليها بالتراب. وكقول الله تعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته، فسمى الكفار هنا يعني المزارعين. واللفظة في الاستعمال القرآني لها معاني عديدة جداً، بحسب استعمال القرآن ليها والسياق بنقدر نحدد إيه المعنى المقصود. كفر النعمة مثلاً أو كفرانها كاستعمال القرآن الكريم لهذه اللفظة يعني سترها، يعني ترك أداء شكرها، كقول الله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً. لفظة الكفر في اصطلاح الوحي بتستعمل أيضاً في جانب العقائد في جحود وإنكار الوحدانية والشريعة أو النبوة أو كل ده. يعني الكفر معناه المخالفة، معناه المخالف ليا في الاعتقاد واللي أنا كمان مخالف له في الاعتقاد. عشان كده الراغب الأصفهاني في معجمه الشهير مفردات ألفاظ القرآن الكريم وهو بيعرض لاستعمال القرآن الكريم للفظة الكفر ومدلولاتها
قال إنه من ضمن معاني الكفر المخالفة، فقد يقال إذا آمن وخالف الشيطان أنه كافر بكل شرك مؤمن بوحدانية الخالق. فقال الله تعالى في وصفه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يعني نسب الكفر والإيمان للإنسان المؤمن في حالة كفره بكل شرك وبكل باطل وإيمانه بالتوحيد. إذن الإنسان المؤمن قد يكون مؤمن، هو مؤمن بعقيدة التوحيد، كافر بما